ايه، مساء الخير جميعا. ان شاء الله في الفيديو ده هنتعلم حاجات كتير. احنا لسه شغالين طبعا في اساسيات او بدايات اللغة الفرنسية. احنا اتفقنا مع بعض هنمشي مع بعض خطوة بخطوة على اساس ان شاء الله نقدر نتعلم ونتكلم فرنساوي مظبوط. طيب، هنا ناخد مع بعض اول حاجة الالفا بي فرنسي. الالفا بي فرنسي تاني اسمها الفا بي فرنسي، معناها اللي هي حروف هجاء اللغة الفرنسية. طب انتوا عارفين ان حروف اللغة الفرنسية تقريبا تكتب زي حروف اللغة الانجليزية بالظبط. طبعا زي ما انتوا عارفين ان الحروف بتتكون من 26 حرف، يبقى حروف اللغة الفرنسية تتكون من 26 حرف. اول حرف عندي الا، ا بي بي سي سي دي د ا ا اف اف جي جي اش اش اي اي جي جي ك ك ال ال ام ام ان ان او او ب كي كي ار ار اس اس ت ت او او في في دبليو دبليو اكس اكس ايجريك ايجريك زد. وطبعا زي ما انتم يعني عارفين ان الحرف الكبير بنسميه ليتر ماجوسكيل، يعني في اللغه الفرنسيه الحرف اللي هو في انجلش كابيتال يعني بنسميه ليتر ماجوسكيل، يعني حرف كبير. يعني الا ده يعتبر ليتر ماجوسكيل، لكن الا دي او هنا الا هنا ليتر مينوسكيل، يبقى الا هنا كده ليتر ماجوسكيل. يعني ما معنى كلمه ليتر ماجوسكيل؟ يعني حرف كبير، لكن الا هنا ليتر مينوسكيل. طيب انا عندي الفويل. يعني ايه فويل؟ يعني الحروف المتحركه. انا عندي سبع حروف فويل، اللي هي الا زي ابريكو مشمش، او انفون طفل، يبقى الا والاو، اي زي ايماج صوره، او اوبيرا الاوبرا يعني، اي زي يونيفورم زي يعني، ايجريج زي اليوغا ايجريج يوغا، اش اوتيل فندق اش اوتيل فندق. هنا عندي سؤال، اوبسيرف اكري لي فوايل اونتر بارانتيز، يعني لاحظ واكتب لي فوايل اونتر بارانتيز ما بين قوسين. يعني كلمه استاد هنا فيها كام حرف متحرك؟ طبعا حرفين الأ والأ، يبقى هنا اكتب الأ هنا وهنا اكتب مين؟ الأ. طب تاكسي فيها الأ والإي، تاكسي. أوبرا فيها حرفين متحركين، آسف ثلاثة، أو والأ والأ. طب سالون الأ والأو، راديو فيها الأ والإي والأو، ثلاث حروف. طبعا حروف الفويل تكتب هنا في ما بين الأقواس. بعد كده التحيات، بورصة للتحيات. لوماتا في الصبح، يعني لوماتا اسمها لوماتا، تنطق لوماتا في الصباح. هقول بونجور، بونجور مسيه، بونجور مسيه، يبقى بونجور يعني صباح الخير، بونجور يعني صباح الخير، بونجور مسيو، بونجور مسيو. هنا بونسوار مسيو، بونسوار مدام. وكلمة مسيو يعني معناها سيدي، اللي هي تعادل في اللغة الإنجليزية كلمة مستر يعني. هنا بونسوار مدام. طيب هنا كلمة سالي، يعني زيك، سالي 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 سالي، يعني سالي يعني ازيك. او روفوار او روفوار يعني او روفوار باي باي، انا همشي بقى يعني او روفوار باي باي، هنصرف يعني. او روفوار
اوروفوار، وكلمة اوروفوار تعادل في اللغة الإنجليزية كلمة جود باي. يبقى عندي كلمة بونجور صباح الخير، بونسوار مساء الخير، سالو ازيك، اوروفوار باي باي. بعد كده عندي حاجات مهمة جدا في البداية لازم أعرفها طبعا، زي السؤال اللي هو كومون تي تابل، كومون تي تابل، ما اسمك؟ كومون تي تابل. جو مابل نانسي، جو مابل نانسي، معناها انا اسمي نانسي. طيب هنا عايز اسال حد يعني ايه اخبارك او انت عامل ايه، اسمها كومون سافا، كومون سافا، كومون سافا يعني ايه اخبارك او كيف حالك. سافا بيان، سافا بيان، انا كويس. بعد كده لهنا عايز اسال حد عن عمره، هقول له كيلاجاتي، كيل اجاتي، كيل اجاتي، الاجابه طبعا جي انا عندي، جي انا عندي دي زون، جي دي زون، كيل اجاتي جي دي زون، عندي كم سنه؟ 10 سنين. هنا تدريب اكزرسيز، ريمي اون اوردر بورفيد ان فراز، رتب علشان تعمل جمله، مديني تابل وكومون وتي، تابل كومون تي، وهنا عايزني ارتبها تبقى كومون رقم واحد، اثنين تي، ثلاثة تابل. السؤال اللي بعده اج تي كيل ا، هتبقى كيل اج ا تي، كيل اج ا تي، معناها كم عمرك. فا وسا وكومون، هتبقى كومون سا فا. بعد كده سيسيل، اسم بنت فرنسية، سيسيل مابل جو، هتبقى جو مابل سيسيل. ديز جي ابوستروف اون اي، هتبقى جي ديزون. بيان وفا وسا ومرسي، هتبقى سا فا بيان ميرسي، وهكذا. هنا كومبليت افيك، كومون كيل سا، نقط اجاتي، نقط تي تابل، كومون نقط فا. طبعا ده تمرين او تدريب لحضراتكم. هنا بقى اوصل ريلي، انا اوصل بونجور ميز إليف، كومون سافا رقم 2، 3 كومون تي تابل، 4 اوروفوار. هنا وصل، هنا اوروفوار، بونجور مدام، سافا بيان ميرسي، جو مابيل سوي. هنوصل اول عمود تاني عمود. السؤال بعده عن كومبليت، اكمل. علي واحمد، علي قال له بونجور، فاحمد قال له ايه؟ اكيد بونجور. علي ساله سؤال، قال له كومون تي تابيل، ما اسمك؟ احمد قال له ايه؟ مثلا جو مابيل احمد. علي قال له كومون سافا، احمد هيقول له ها سافا بيان. هنا علي قال له اوروفوار.